لا لا ما اظن. طيب في ناس ما بيرضوا الاسامي دي، يعني يلقبوا لقب ما يرضاوا. في واحد قالوا بيلقبوا يقول لما قص ما بيرضاها. شفت لما قصدي يسمع منك رقبتك عارفها ما في. بعدين الناس بيخافوا منه، اللي بيقولوا ليه ودي شفتها البيد ورس الطاير حيطه، بيقولوا لما قص حفر حفره. عشان وزول معاتي مفتل. في واحد احمق في الحله حماقه الناس عارفينه، قالوا يا اخوانا الاحمق ده بس نفتن مع ام قصده. قالوا لي طب ما قصد بخوف خوف منه انا خوف منه ما قصد وانا انا بس قام ينفار. قال والله بخوف والله والله انا. قال لازم ما بخوفك بس قول له ما قصد. والله يقول وينه؟ شافوا لك جاي من هنا. قال له قول لي بس جا وقف قدام. قال لي ما قصد. شالوا فوق فوق دي يعني اكثر من راس البيت وجابوا الدايمه دج. قام على حلو ما قصد ثاني شالوا فرموا فجأة وخدت في الواطة يتفر من الفجغة أب مقص شالوا قبطوا. الأخيرة دي جد عوين نص البحر غطس الغطس الأولى الشريك مرق قال أب مقص. غطس الثاني بس مرق راس أب مقص. الغطس الثالثة ما مرقت إلا يدعم لك